خلينا نشوف بقى الناس اللي ياما بتاعتنا بالمزيكا، حفلات متنوعه ومتميزه لنجوم الغنى والطرب وكمان الموسيقى والفن. وفي النسخه الثانيه من مهرجان العالمين اللي انطلقت من ايام في مشاركات استثنائيه، مشاركه المايسترو نادر عباسي اللي بيسجل ظهوره الاول في المهرجان بقياده اوركسترا حفل الفنانه الكبيره ماجده الرومي. مش بس كده، ده هيكون كمان المايسترو نادر عباسي ضيف مميز جدا على صاحبة السعادة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الاستعدادات لهذا الحفل من المايسترو الكبير نادر عباسي اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا مايسترو صباح الفل. صباح الفل عليكم، أهلا. يا أهلا بيك، احنا دايما بنتشرف بوجودك معانا وسعداء بيك جدا، ودايما أي حاجة مهمة بتحصل في البلد بيكون في فعالية فنية دايما بصمات المايسترو نادر عباسي عليها، نفتكر المومياوات ونفتكر الكباش، ودلوقتي حضرتك مشارك طبعا في المهرجان، بنتشرف دايما بوجودك يا مايسترو. ربنا يخليك، اشكرك، انا اللي متشرف بوجودي طبعا في المهرجان الكبير ده. يا اهلا بيك. طيب نتعرف من حضرتك على قصه المشاركه الاولى في المهرجان. المشاركه الاولى طبعا مع السيده ماجده الرومي، ودي لاول مره طبعا ليا في المهرجان، ومعاها ومع اوركسترا الاتحاد الفيلهرموني اللي هو كان اشترك طبعا في حفل المومياوات والكباش، والكورال كبير جدا. وطبعا يعني وجودنا في مهرجان في العالمين، البلد اللي هي كل الناس حاليا بتحب انها تتواجد هناك لكذا سبب، طبعا الجو الهايل، المكان واللوكيشن. فانا سعيد قوي 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 باشتراكي مع سيده ماجده الرومي، وخصوصا البرنامج اللي هنعمله هيكون خاص جدا بهذا الاحتفال. طيب مايسترو، كلنا عارفين الكيمستري الخاصة اللي بتجمع حضرتك مع الفنانة ماجدة الرومي، وقد ايه انتوا اصحاب، احنا بنشوف ده كمان على المسرح، متخيلين ازاي هتبقى الحفلة ومجهزين لها ايه؟ طبعا يعني طبعا احنا عملنا كذا حفلة مع بعض، بقى يمكن 8-9 حفلات قبل كده اشتركنا مع بعض، وفي كيمياء لذيذة جدا بينا فعلا. يعني انا بحب جدا المشاركة معاها، لان هي الموسيقى اللي هي بتختارها ليها تواجد خاص للاوركسترا وتواجد مهم للاوركسترا، وده بالنسبه لي بيكون مهم. مش شرط ان انا يعني اعمل بس حفله يكون فيها موسيقى او فيها فرقه، لا، تواجد الاوركسترا والتواجد ليا انا كقائد اوركسترا احس اني بضيف شيء للحفله، ده مهم جدا. ف طبعا الاوركستريشن والموسيقى بتاعت ماجده الرومي لازم يكون فيها مايسترو، فانا بحس ان التواجد هنا بيكون اهميته مهمه قوي ليها وللجمهور طبعا. اكيد طبعا قامات كبيره يا مايسترو، لكن عايزين نعرف منك كواليس الاستعدادات للحفل. احنا فعلا اليومين دول بقى لنا كام يوم بنعمل فروقاتنا في مصر في القاهره، يعني احنا خلاص المفروض هنسافر بكره تقريبا علشان البروفا جنرال بتاعتنا. ويعني بص، دايما بيكون في ديتيلز صغيره بتبقى مهمه جدا، لدي اول مره يشترك اوركسترا كبير وكورال كبير في المهرجان، فلازم يكون كل التفاصيل مهمه قوي. صحيح. ازاي العدد ده كله نقدر يبقى موجود، الصوت مهم جدا لانه طبعا خارجي، فده مهم برضو جدا للاوركسترا، لان الاوركسترا بيحتاج، تعرف الاوركسترا مكون من تقريبا احنا تقريبا 100 وحاجه كلنا مع بعض. صحيح. فدي الاول مره، وانا شايف ان هي جراءة من المنظمين ان هم يقولوا خلاص احنا لازم يكون في اوركسترا كبير، ولازم يكون في تنوع في الموسيقى باختلاف المغنيين والمطربين الموجودين. تواجد الاوركسترا وحفله زي دي بالعدد ده مهم قوي. هم واثقين في حضرتك وانت عندك الخبره في الحته دي برضه. لا ده يعني حقيقي يعني طبعا يعني هو انا بص، انا في نفس الوقت يعني حابب جدا، وفي نفس الوقت ببقى دايما اي قبل اي حفله ببقى قلقان، ببقى عايز تطلع على اعلى مستوى، خصوصا لتواجد يعني لمصر وللمهرجانات اللي بتعملها مصر وهتتشاف في العالم كله ان شاء الله. مايسترو، يا ترى هتنفع تقول لنا ايه اللي متوقع نسمعه في الحفله؟ عايزين نديلكم يعني المفاجآت لو متاح. طيب خلاص، انا بصي هقول لك على كام حاجه، مش هقول على كل البرنامج، ولكن السيده ماجده حابه جدا هي تقدم كام عمل مصري اهداء للجمهور المصري، وهي مثلا التوبه، حي على الفلاح، احلف بسماها، دي ثلاث اغاني هتتقدم في الحفله. غير كده طبعا احنا عندنا عم يسالوني، انا اسمع قلبي، غني للناس، مفترق الطرق طبعا، دي من الاغاني المهمه جدا للسيده ماجده الرومي. طب
بالقلب خليني. بعدين في كمان تواجد الاوركسترا بافتتاحيه لحليم الرومي هتتقدم في اول حفله اللي هو والد ماجدة الرومي، ده مهم برضو قوي. في فالس الاوركسترا هيعمل كذا فالس في الحفله دي، برضو حاجه بتبقى مهمه جدا للموسيقى العالميه. ليه بقى بنعمل كده او انا بختار حاجات زي ديت؟ لان الجمهور اللي يجي في فيستيفال زي ده او مهرجان زي ده هو منوع جدا، هيكون في طبعا اخواننا العرب اكيد موجودين للسياحه، وفي اجانب كتير هتكون موجوده، فتواجد الاجانب، تواجد العرب، تواجد المصريين كلنا مع بعض، لازم الواحد يقدم لكل الناس علشان يحسوا ان ليهم تواجد في الحفل ده. طيب أكيد. ايه تاني يا مايسترو؟ عايزين نعرف كمان، انت قلت المنه ما قلتليش. طيب من احلى الاغاني برضو كلمات، كلمات ديت من الاغاني المشهوره جدا السيده ماجدة الرومي. طبعا احنا بعد كده هنعمل زي ما حضرتك قلت حفل مع صاحبه السعاده كلها موسيقى لعمار الشريعي، فدي حاجه مهمه برضو جدا. حفل يوم 25 ده انا بحضر له من مده، وبنحضر مع معدين البرنامج، المخرج والمعد طبعا، والسيده والاستاذه طبعا سعاد يونس طبعا، لاختيار عمار الشريعي. طبعا من اعظم المؤلفين في مصر، وموسيقته متنوعه جدا، ومصريين بيحبوها جدا ومتعلقين بها جدا، فبيبقى فيه. وطبعا في اثنين مغنيين مهمين جدا مصريين هيشتركوا زي كارمن سليمان ولؤي. كارمن سليمان اول مره تشترك مع اوركسترا الاتحاد الفلهرموني، لؤي يمكن عملنا عبد الوهاب سيمفونيك معاه مره، ودي تاني مره هيشترك معايا في حفل. انا بحب وحشنا لؤي بالمناسبه، لؤي جميل جدا طبعًا. جدا، وكارمن سليمان هايله، وطبعا مع عمار الشريعي طبعا رأفت الهجان، الشهد والدموع، دموع صاحبه الجلاله، دموع يعني حبيبتي من ضفايرها. بص برنامج يعني بجد متنوع، بجد موسيقى حليم متنوع. ام كلثوم يعني بنقدم كمان عمار الشريعي في كذا اتجاه، اتجاه التاليف بتاعه للتمثيليات، اتجاه اللي هو الموسيقى الافلام، الاغاني العاديه، وكمان توزيع عمار الشريعي لمؤلفين مختلفين زي فيلم حليم او ام كلثوم، ازاي بيتناول الموسيقى بتاعت ناس ثانيه وهو بيحط البصمه بتاعته ازاي، فده برضو مهم قوي. متأكدة ان احنا هنستمتع كتير ان شاء الله يوم الحفلة. كل الشكر ليك المايسترو الكبير نادر عباسي، نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر.